عبد الله يقول الخالد: يا خالد، لائحة الذوق العام الدولة عزها الله سنت اللائحة المحافظة على الذوق العام، واللائحة ترى ما هي إلا عبارة عن مأخوذة من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وتعاليمنا الإسلامية وتربية أهلنا لنا، ربونا على الأدب، ربونا على احترام الغير، ربونا علينا ما نكون سبب أذية غيرنا وانت بالشارع تقط فاين، تقط أي شيء تريد تقطه وانت بالشارع، ربونا على أن المكان اللي نجيه نحافظ عليه، ما هو منك تجي الحديقة أو منتزه أو مكان عام وتوسخه. ترى هذه لائحة الذوق العام مأخوذة من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وتعاليمنا الإسلامية، لكن بعض الشباب هداهم الله يريد أنه لا طلع للشارع، يريد يسوي لي براسه، أبغى أدخن، لا خلصت قطيت قطف السكارة، شربت موية وأنا ماشي أقط العلبة، جئت وأنا واقف بالشارع لا بغيت أبصق بصقت ومشيت. هنا جاء دور الدولة، هنا جاء دور الحكومة، بما الدولة بما لها من قوة ولها من سلطان، وفرضت غرامات على كل من يخالف لائحة المحافظة على الذوق العام. قال خالد: يا عبد الله، يعني أفهم من لائحة المحافظة على الذوق العام والغرامات ما هي إلا التهذيب السلوك؟ قال: نعم، ما هي إلا التهذيب السلوك للي تجاوز، والله أغلبية العظمى نطلع بالشارع ما راح يأخذها، لأن تلقائيا حنا محافظين على الذوق العام.